السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد. كنا نزلنا فيديو للموتوسيكل الدان 6 ده اللي معانا، واللي كانت ضفيرته متقطعة وكان الموتوسيكل جاي مش راضي يدور. ظبطنا الضفيرة مع بعض ووصلنا دالة التشغيل ودورنا الموتوسيكل في الفيديو السابق. الفيديو ده إن شاء الله النهاردة هنجيز شحن الملف مع بعض زي ما وعدناكم عن طريق الأفوميتر وعن طريق السيريا العادية. هنيجي هنا اول حاجه معانا على الملف. طبعا هنا احنا عارفين ان من سلوك الملف في سلوك الشحن في الداين 6 بيكون سلكين فقط لا غير، يعني يكون الملف في اربع اطراف، طرفين للحساس وطرفين للشحن. عشان نجيب شحن الملف بالظبط هنبدا اول حاجه نفصل الفيشه من بعضها ونبدا ندور الموتوسيكل. هنستعمل الاول السيريا العاديه، هنجيز بالسيريا العاديه الملف وهنشوفه شغال معانا ولا لا. طبعا انا عشان اقيس الملف بحط طرف هنا واوصل اللمضه مع الطرفين دول بالشكل ده اهو، تمام. ما ينفعش اوصل طرف وطرف ارض كده، مش هيشتغل معايا، لازم اوصل الطرفين مع بعض. وصلنا الطرفين مع بعض كده بالشكل ده هو، وهنبدا نشغل الموتوسيكل ونشوف هل في شحن طالع ولا لا. لاحظ كده معايا اللمضه مضيئه منوره جامد جدا بالشكل ده اهو، مجرد ان الموتوسيكل داير على الصرنسيه. لو انا زودت سن البنزين تاني بالتالي هلاقي اللمضه اتحرقت معايا على طول باستمرار، لان الشحن هيزيد معاها واللمضه هتتحرق. كده انا اتاكدت ان الملف معايا مخرج شحن عن طريق السيريا العاديه. لو انا موصل السيريا دي طرفين دول في طرفين الملف طرفين السيريا ومفيش اللمضه منوراش معايا او منوره ضعيف، بعرف ان في مشكله على طول في الملف. لا لقيت اللمضه منوره معايا بالشكل ده، يبقى انا كده اتاكدت ان شحن الملف سليم والملف معايا مطلع كهربا بالوضع ده هو، تمام. وزي ما قلت ما ينفعش انك انت توصل طرف في شحن في سلوك الملف بتوع الشحن وطرف في الارضي وتيجي تقيس مش هينور معاك، لازم توصل طرفين السيريا في طرفين الشحن بتوع الملف سواء كان في الداين 6 او في الموتوسيكلات الصيني العادية في الطرفين اللي بيكونوا اصفر والطرف البامبي، نفس القياس ونفس الطريقة. كده انا قست الشحن عن طريق اللمضة العادية للناس اللي ما معهاش افوميتر. بعد كده هنبدأ نقيس الشحن من خلال الافوميتر. هنيجي على الافوميتر بتاعنا وهنجيبه على الفولت المتردد، هنظبطه على 200 فولت، لان طبعا الملف الشاحن هيطلع معانا اكتر من 20 فولت اثناء التشغيل. كل ما بتزود بنزين طبعا الكهرباء بتزيد، فهنجيبه على 200 فولت بالشكل ده، فولت متردد. هتلاقي علامة الفولت، تمام، وخط متعوج كده عامل زي الموجة، هتظبط على 200. وبعد كده هنبدأ ندور المكنة، نحط طرف من اطراف الافوميتر المجسات، واحد هنا هنحط فيهم طرف هنا، طرف مع الطرف مع كل طرف مع طرف فيهم. وهجيب الطرف الارضي التاني هحطه برضو هنا بالشكل ده هو. كده انا وصلت الطرفين في الملف، وهبدأ ادور المكنة واشوف الشحن اللي طالع معايا كام. عشان تقيسه برضو لازم تكون فاصل الفيشة خالص، ما ينفعش تقيس الملف والفيشة راكبة في البلاطة. هبدأ ادور كده واشوف، بص كده ده معايا 20 فولت اهو، 21 فولت وهو واقف على الصرنسيه. هبدا ازود بنزين كده، هلاقي الملف معايا بيزيد اهو 30 فولت 32 50 70. كده الملف وصل معانا 125 فولت. كده الملف معايا شغال ومية مية،
وهنا مطلع معايا عصا لانسية 22 على 21 فولت. كده الملف معايا شغال والشحن بتاعه ممتاز ومية مية. لو انا وصلت الافوميتر زي كده ولقيت مفيش جراية معايا على الافوميتر، ما مطلعليش فولتات، اعرف كده ان ايه الملف بتاعي الشحن بتاعه مش شغال. تمام بالشكل ده اهو. كده يبقى احنا قسنا الملف وعرفنا الملف مطلع معانا كام، وتأكدنا ان شحن الملف شغال مفيش فيه اي مشكلة. طيب انا قست الملف وعرفت ان الملف شغال، اقدر اقيس الحساس بتاع الملف اشوفه شغال ولا مش شغال ولا فاصل حساس الملف ده هو. طبعا احنا قلنا الحساس ده بيكون عبارة عن زرار او هو اللي بيديه الاشارة الالكتروني ان هو يبعت دفعة الكهرباء للمبينة، فبالتالي المكنة تقدر تشتغل معايا. لو انا عايز اقيسه محتاج اقيسه واعرف ان هو شغال ولا لا، اقيسه من خلال الافوميتر، اجيبه على علامة الصوت دي بحيث ان انا اول ما المس ينور معايا الافوميتر بالشكل ده ويديني الصوت. هبدأ اوصل طرف هنا والطرف التاني في السلك التاني بتاع الحساس بتاع الملف، يعني هوصل طرفين من الحساس عند الطرف الارضي، هوصله في اي سلك منهم سواء في الاخضر او في الازرق، والطرف التاني نفس القصة. اهم حاجة يكون موصل من جسد الافوميتر في طرفين من دول. هنا لو لاحظنا اللي جه عطي معانا 129 اوم، وده كده معناه ان هو شغال مظبوط تمام. وعشان اتأكد اكتر هبدأ ادور المكنة ولاحظ هنا معايا ايه اللي هيحصل في الافوميتر. بص كده اللمضة بتشتغل وبتفصل معايا، لاحظ كده، بص اللمضة بتشتغل وبتفصل معايا. ساعة ما بتشتغل اللمضة بالشكل ده بيكون المخدة بتاعة المغناطيسة عدت تحت الحساس، فبالتالي وصل الكهرباء مع بعض فطلع لي دفعة الأرض الإلكتروني اللي هي بتكون عبارة عن أمر الإلكتروني إنه يبعت الكهرباء للمبينة. تمام بالشكل ده هو، يعني هو هنا كان جاري معايا 129 كده مظبوط تمام، كده هو مظبوط تمام. وبرضه عشان اتاكد على اللمبه زي ما احنا قلنا اهو، كل ما انا بدوس على الباص اللمبه بتشتغل وبتطفي معايا، معنى كده ان الملف او المخده اللي في المغناطيسه بتهبط في الحساس، فبيدي الامر الالكتروني ان هو يبعت الشرذه الكهرباء للمبينه، دفعه الكهرباء للمبينه عشان خاطر تطلع معايا شرذه للبوجيه. يبقى احنا كده اتاكدنا وعرفنا ان وظيفه الحساس هنا ان هو بيدي معايا امر الكتروني. انا اهم حاجه عندي ان يكون شغال وبيدي الامر في ميعاده للاكتوفاير، بحيث ان الاكتوفاير يبعت شحنه الكهرباء للمبينه وتطلع معايا الشرذه. كده احنا نكون قسنا الملف بتاع الشحن بالطريقتين، بالطريقه العاديه، وقسنا الملف عن طريق الافوميتر وعرفنا ازاي نقيسه، وبرده قسنا النابض بتاع الملف وعرفنا طريقة عمله زي ما شرحناه في الفيديو السابق، في فيديو النابض. كده احنا نكون عرفنا الوظيفة منه وازاي بيشتغل قدام عينينا بالتفصيل. كده اكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو، يا رب يكون عجبكم واستفدتم منه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.